يتخذ الإنسان عادة شخصاً أو رمزاً يقلده في كل تفاصيله، فمفهوم القدوة منتشر بشكل كبير وله تأثير على المجتمع، والآباء هم القدوة المباشرة والأولى لأبنائهم، فكل ما تضع فيهم من سلوكيات وأخلاق هو الواقع الذي سيكونون عليه عندما يكبرون. عناوين حلقتنا لليوم: الجمباز رياضة المرونة والتوازن، قلق الامتحان شعور يلازم معظم الطلاب، الميني جولف لياقة ومتعة وترفيه. اخترت الجمباز لان انا بحب الجمباز، وانا الاول بابا وماما وروني فيديو على الجيمناستكس، فبعدين انا حبيت الجيمناستكس، فبعدين بقيت اعمل جيمناستكس، فبعدين هما ودوني للجيمناستيك المكان بتاع الجيمناستكس عشان العب فيه. بداية خديجة كانت طفلة نمط تعلمها حركي، طول الوقت تحب تتحرك، تحب تجذب الناس بنظراتها، تحب تلعب مع اللي حواليها، فكان طول الوقت بعد ما شعرنا الموضوع ده موجود فيها بدأت أنا وباباها إن احنا نوجهها لشيء معين ممكن تكون ليها موهبة في شيء ما. يعني بدأت تشوف هي فيديوهات عن الباليه عن الجيمناستكس، فبدأت هي تشوف الفيديوهات دي وبدأت تتقلد الحركات وتعمل نفس الحركات. بعدها أنا وباباها حاولنا ندور على نوادي إنها تحاول فيها تنمية موهبتها، وفعلا بدأنا نوجه خديجة، ومن بعدها فريدة لما شافت أختها بتلعب وإن هي حبت الجيمناستكس هي كمان لاحظت فيها عندها نفس الموهبة، فبعد كده التحقوا هما الاثنين بالجيمناستكس وما زلنا في تطوير مواهبهم. خديجة ما شاء الله بتلعب دلوقتي سويمينج مع فريدة، وخديجة بتلعب هورس رايدنج كمان. أنا بلعب السباحة وركوب الخيل، بس أنا أكتر حاجة بحبها الجيمناستكس. أنا أخدت أربع ميداليات في الجيمناستكس وميداليتين في السباحة وميداليتين في المدرسة، وفي المدرسة في الريسيتيشن أخدت جائزة تانية. نصيحتي لكل أولياء الأمور إن لازم يكون في لغة حوار، لغة تفاهم ما بين أي أم وأب وأولادهم، لأن لغة الحوار دي بتخلي فيه ثقة للطفل، بيقدر يتحدث مع أبوه وأمه، يقدر يتكلم عن أي شيء مضايقه، يقدر يتكلم عن أي شيء بيسعده. كتر الأسئلة كتر الحوار مع الأولاد ده بيخليهم يعبروا عن رأيهم أكتر، من خلال لغة الحوار الموجودة ما بينهم دي بيقدروا بعد كده ان هم يكتشفوا مواهبهم ويعرفوا ايه ميولهم. الاول فريدة كانت بتشوفني وانا بعمل جيمناستكس في البيت، فهي حبت تعمل جيمناستكس، فهي بقت تعمل جيمناستكس معايا. انا بساعد فريدة على الحركات بريدج وكارتويل وهاند ستاند. دعم الاسري واكتشاف مواهب الطفل مهم جدا عند اي اسره. اول شيء اهم خطوه لازم يكون في ترابط اسري، ولازم يكون في تفاهم ما بين الاب والام. توحيد الافكار هو اللي بيؤدي ان الاطفال بنقدر نكتشف مواهبهم، لان المواهب دي هي اللي بتؤدي الى ثقه لافكارهم، بيكون عندهم ثقه بالنفس اكتر، بيقدروا هم بعد كده اللي يحددوا مستقبلهم بنفسهم مش احنا اللي بنحدده.
بابا وماما بيشجعوني عشان اروح التدريب، عشان كده بقيت اخد ميداليات وشهادات. بعد الفاصل. قلق الامتحان شعور يلازم معظم الطلاب. الميني جولف لياقة ومتعة وترفيه. تتمثل أهمية الامتحانات في معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة لدى الطالب، وذلك لمعالجة نقاط الضعف لدى كل طالب، بحيث أن نعمل قدر الإمكان خطط علاجية، نتواصل مع الأهل لحتى نشوف كيف نقدر أن نعالج نقاط الضعف لدى الطالب. الطالب لازم يكون واعي لأهمية الامتحانات لحتى نقدر أن نقيمه، لحتى هو نفسه يقدر أن يقيم نفسه بالامتحان، إن كانت امتحانات اختبارات نصفية أو كانت امتحانات نهائية، بحيث أنه الامتحان النصفي هو تقييم للامتحان النهائي. بعض الطلبة بيعانوا من قلق امتحاني قبل الامتحان، وهي حالة نفسية بتصيب بعض الطلاب اللي هم سببها الأساسي عدم الثقة بالنفس، عدم التحضير الجيد للمادة اللي بده يقدمها، الخوف من الفشل، الخوف من الأهل. دائماً الأهل بيكونوا خلاص حاطين طموحات عالية للطالب، علامة تامة، علامة تامة، انزل عن العلامة هاي. فالفشل والخوف من الأهل بيلعب كتير دور ويسبب للقلق الامتحاني. القلق الامتحاني بشكل عام داخل المدرسة بيؤدي إلى أعراض نفسية وممكن أعراض جسدية. أعراض نفسية توتر شديد، قلق. الأعراض النفسية ممكن تأثر على الأعراض الجسدية، ممكن يسببوا في بعض منهم بتصيبهم إغماء، في بعض منهم بتصيبهم آلام بالمعدة وهكذا. هي الأسباب كلها بتؤدي إلى بسبب القلق الامتحاني، واللي بتؤدي إنه الطالب ما بيقدر إنه يقدم الاختبار بشكل صحيح. أول شيء لازم يركز عليه الطالب والأهل إنه يكون عنده جدول خاص فيه، ويكون مجمع كل شيء بخص المادة اللي راح يدرسها أو المواد اللي راح يدرسها، إن كان من كتب، إن كان ملاحظات الأساتذة داخل الصفوف، إن كان ملازم، أوراق عمل، بحيث إنه يكون كل شيء جاهز له. حتى الأدوات اللي راح يستخدمها أثناء الدراسة كمان لازم تكون موجودة. وأهم من هذا كلياته إنه يكون عنده أمثلة للاختبارات السابقة للامتحانات، لحتى يكون على بينة ويكون عارفان كيف الامتحان راح يجي. لما يبلش يدرس بالمادة ما يبلش على طولها يخوض بالتفاصيل، لا، يعنون العناوين الرئيسية ويروح للتفرعات، بحيث انه يعمل مثل شبكة الذاكرة، ما يخوض بالتفاصيل. شبكة الذاكرة هي الشبكة بتبقى في ذاكرة الطالب. موضوع التغذية جدا مهم، وخاصة الأغذية مثل اللوز، المكسرات، الفواكه، الخضار، هي كثير مهمة بالنسبة للطلب، لأنه وزن، حتى لو كان وزن دماغ الطالب أو الجسم بشكل عام 2% من الجسم العام، فإنه أثناء الاختبارات والتفكير والتعب والتركيز هاي
بيستغل 20% من طاقة الدماغ، وهذا الشيء كتير مهلك للدماغ. فللتعويض هاي الأمور كلها عن طريق الغذاء. وللأسرة دور كتير مهم بالنسبة للطلبة أثناء الامتحان، وهو إبعاده قدر الإمكان عن أي مشتتات ممكن أنها تأثر عليه وعلى دراسته، إن كان أجهزة إلكترونية، إن كان أصدقاء، حتى بالفترة هاي لازم يبعد عنها موبايلات، هاي الأمور كلها يبتعد عنها. أنا بنصح الأهل أنه ما يضغطوا على أولادهم، لأنه كل طالب عنده قدرات محددة، عنده إمكانيات محددة، فيحاولوا قدر الإمكان ما يخوفوا من الامتحان، ما يحكولوا يا بتجيب درجة عالية إذا ما جبت الدرجة العالية. هذا الشيء كتير بيأثر على الطلاب، بسبب عنده قلق امتحاني، خوف من الفشل، خوف من ردة فعل الأهل في حال هو ما جاب العلامة اللي الأهل بدهم إياها. لا يمكن معالجة الصفار عند المواليد باللمبة العادية التي تستخدم للإضاءة، فالضوء المخصص لعلاج الصفار مختلف تماماً. كان لأنه وايد حلو والألوان عجبتني، وأحب ألعب لعبة الجولف، ولازم أركز ولازم ندخل الكرة في الحفرة في المكان المناسب. أنا وايد أحب هذه اللعبة، لعبة الجولف، لأنها وايد مسلية. الألوان والألعاب الموجودة والألوان اللي بتطلع قوية، ومثل أنا كل يوم باجي مع أصحابي نلعب هون ونفوز كم مرة ونحصل هدية ونطلع ونروح نتمشى، بعدين ممكن كل يوم نيجي هون نلعب كورة والجولف ونلعب ونخلص وخلاص. أنا أحب المكان لأنه في وايد ألوان، باجي وايد ألعاب، وباجي خلينا نركز. مركز جولز وايد لأنه هو في ألوان وايد وعلمني أن أركز، وهو متكون من 10 حرارات. أنا حبيت المكان لأنه في وايد ألوان وعلمني التركيز. مشاهدين الكرام، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أنا وأمي مع مواضيع شيقة ووجهات جديدة.